لا يخفى أن اللاعب العراقي ذو إمكانية عالية وقدرة على الإبداع والتحدي في ساحات الملاعب المحلية والدولية والعالمية، ولكن هناك عقبات تتحمل الجزء الأكبر منها وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات المرتبطة بها، كقلة الملاعب والقاعات الرياضية ذات المواصفات العالمية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى قلة المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة وضعف التخصيصات المالية لفرق الفئات الدولية سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية. نادي الزوراء بشكل خاص والأندية بشكل عام، الأندية العراقية تعرف تفتقد البنى التحتية، وهو شيء رئيسي بالنسبة للاعب. لازم توفر مقومات النجاح للاعب على مود يكون مستوى عالي من خلال الوحدات التدريبية ومن خلال المباراة. فأكيد هي لازم تكون أرضية على مستوى عالي بالنسبة للاعب، على مود ما يتعرض اللاعب على إصابات عديدة. ما يفرق المدرب الأجنبي عن المدرب المحلي هي فقط المنظومة التي تعمل معه. المدرب الأجنبي بدون منظومة عمل لا يمكن أن يعمل، ولا يمكن أن يرتقي، ولا يمكن أن يحصل على الإنجاز. لكن علينا أن نقتنع أنه من يتعاقد مع المدرب الأجنبي يهيئ للمدرب الأجنبي كل الظروف، وعندما يتعاقد مع المدرب المحلي يضع كل العراقيل في سلم التدريب المحلي. يعني نعاني منه السفر والترانزيت الطويل، كل الأندية لها، خصوصا الأندية القريبة الخليجية وما شابه ذلك، عندهم طيارة خاصة تقلل من معاناة اللاعب، بما انه يمكن دولة قريبة يمكن ساعة ونص انت توصل، يمكن تعاني يوم كامل لتوصل. هذا اكيد راح يستنزف منك جهد كبير، راح تبذله وقت اكيد راح تستغرق وقت حد الوصول. هذا من ضمن النقصات اللي تعاني منها الكرة العراقية. كما اضاف الصحفي الرياضي الاستاذ سامي عيسى ان هناك عدة مشاكل تعاني منها الرياضة العراقية، وهي عدم وجود رؤية أو برنامج واضح للعمل العلمي والإداري والفني الصحيح. فإنه من الصعب على اللاعب العراقي الاحتراف في الأندية العالمية الكبرى والاكتفاء بممارسة الاحتراف الداخلي مع أندية المستوى الثالث والرابع، وربما دون ذلك لأن عملية تكوين اللاعب العراقي بنيت على أسس خاطئة، هشة وضعيفة أو غير صحيحة. نتمنى من وزارة الشباب والرياضة الالتفات بشكل صحيح لاحتياجات اللاعب كونه مقدم على مباريات مهمة. فريق الإعلام الهادف، بغداد.